أعلنت مؤسسة عبادي للثقافة والعلوم عن تخصيص مكتبتها للقراء مجانا بهدف تعزيز ثقافة الشباب والنشء وتشجيعهم على القراءة والمطالعة. من أجل العودة لقراءة الكتاب الذي حل الغزو التكنولوجي بدلا منه، دشن رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور إشهار مؤسسة عبادي للثقافة والعلوم كمؤسسة وقفية تعمل في خدمة المواطن. الدكتور بن حبتور أكد تعزيز علاقة النشء والشباب بالكتب بعدما تسببت التكنولوجيا في تجهيل الكثيرين ممن يعتمدون عليها في بنائهم المعرفي. الفكرة في حد ذاتها رائعة وممتازة في أن يتكون في هذا الظرف بالذات وقفية. أنتم تخيلوا أنه نحن تقصف مكتباتنا، تقصف جامعاتنا ومدارسنا، ومع ذلك ينبري رأي وعقل يقول ينبغي أن يلتقي الناس في مثقفي أمانة العاصمة واليمن تحت ظلال هذه الوقفية. رئيس المؤسسة نبيل عبادي أكد الحرص على دعم الوسط الثقافي من خلال وقفية عبادي للإبداع وكل ما يتعلق بنشاطها في سياق أهدافها الكبيرة في خدمة الثقافة والعلوم في اليمن. هذه المؤسسة الوقفية سوف تكون شاملة لكل أنواع الأنشطة الثقافية. هناك مركز معلومات للباحثين والقراء، هناك كذلك وحدة إنتاج للكتب تشجع المؤلف اليمني على إظهار عمله. سوف ننشئ موقع إلكتروني للكتاب اليمني يوصل إنتاج الفكر اليمني إلى كل أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من المشاريع العلمية اللي سوف يتبناها هذه المؤسسة. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد أشادت بجهود مركز عبادي للنشر الذي يمثل امتدادا لمكتبة عبادي التي أنشئت بعدن في تسعينات القرن الماضي. هذا الدور التنويري الذي مارسته من وقت مبكر جدا آل عبادي، مارسوا آل عبادي، وكانت الانطلاقة الأولى في 1890 في مدينة عدن، عدن السباقة، عدن الحضارة، عدن المنفردة بكثير من المظاهر الثقافية والإعلامية والسياسية المتفردة في منطقة الجزيرة والخليج. في حفل التدشين كرم الوزراء المهتمين والداعمين لمؤسسة عبادي التي ستستأنف أعمالها السابقة في الاهتمام بالكتاب ونشره على نطاق موسع. بلقيس أحمد، اليمن اليوم. حماية وتدعيم الجبهة الداخلية.